أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طلبتنا الأعزاء، نستمر في سلسلة محاضراتنا لمادة ميكانيك المواعي. اليوم نبدأ بمحاضراتنا بالفصل الثاني اللي هو فلويد استاتيكس، يعني المواعي الساكنة. في الفلويد ستاتيك، في البداية أنت عندك بالمحاضرات طلبتنا الأعزاء حتى تكون واضحة لكم، واللي هي نزلت لكم على المودل، المنصة التعليمية الخاصة بكم. نزلن لكم ثلاث ملفات في البداية. الملف الأول هو اللي راح ينزل لك اللي هو ملف الشابتر 2 فلويد ستاتيكس، اللي هو البي دي اف، اللي هو اللي يتمثل في المحاضرات مالتك وشرحها كلها من البداية إلى النهاية. الملف الثاني طلبتنا الأعزاء هو ملف باوربوينت، بس أنا ما أنزل لك باوربوينت لأن تعرف الحجم مالته يكون شوي عالي، شوي أقلل من عنده من الحجم حتى يكون سهل عندك وانت فتحه بالمودل بالحاسبة أو بالموبايل مالتك، نزلت لك كبي دي اف. هالملفين للفصل الثاني نزلت لك مال الفصل كل المحاضرات كلها، انت تدرس قدر محاضرتك وتتهيئ لها قدر وقتك. ليش مال الفصل كله؟ حتى ما اقطعها كل محاضرة انزل لك اياها وشوشك. هو هذا الفصل الثاني كله وهذه محاضراته، كما فعلنا بالفصل الدراسي الاول بالفصل الاول. نجي هنا بالنسبة للمحاضرات بابا، اولا نجي نحكي على ملف البي دي اف هذا الخاص بمحاضرات الفصل الثاني. هذا الملف لهذا المحاضرات كلها، لهذا المحاضرات، هذا اطلاع سريع عليه كله. نفس الفصل الثاني يتكون من 10 سكشنات. السكشن الاول طلبتنا الاعزاء هو البرجر، الضغط. احنا ماخذين الضغط ونعرف شلون الضغط يكون على السوائل وبالغازات وبالفكرة عنه بسابقا، هسه احنا نبدي ناخذها باكثر تفصيل وبالمواد الصلبة، شنو الضغط اللي يصير ستريس اللي هو اجهاد. ويا ورا الضغط اللي هو الفصل الاول راح نحكي عنه في ملف، طبعا هاي التفاصيل كلها انا بالباوربوينت راح اختصر لك، المهم ان هاي التفاصيل كلها اللي انت تطلع عليها وان شاء الله كلها واضحة وبسيطة، وانا راح اوضحها الى كلش اكثر في ملف الباوربوينت، يعني البرزنتيشن العرض بالباوربوينت. السكشن الثاني ابسوليوت وجيج بريشر، شنو الضغط المطلق وشنو الضغط المقاس. السكشن الثاني. السكشن الثالث ستاتيك بريشر فاريشن، شنو التغير بالضغط السكوني. السكشن الرابع بريشر فاريشن فور انكومبرسبل فلويد، عندنا تغير الضغط فور نوعين، اما يكون للكومبرسبل فلويد يعني الانكومبرسبل فلويد سواء الغير قابل للانضغاط او القابل للانضغاط، وانا عرفنا شنو الكومبرسبل فلويد والانكومبرسبل فلويد في نهايه الفصل الاول، وان شاء الله بالباوربوينت راح اعطيك فكره عنه. السكشن الخامس طلبتنا الاعزاء هو بريشر فاريشن فور كومبرسبل فلويد، بس نجي الى السوائل المواعي الانضغاطيه، وهنا كان تغير الضغط، التغير في الضغط هنا المواعي الانضغاطيه، هنا كان المواعي الغير انضغاطيه. النوب السكشن السادس ميجرمنت اوف ستاتيك بريشر، شلون نقيس الستاتيك بريشر، شنو المقاييس اللي عندنا وشنو كل مقياس، شنو مبدا عمل هذا المقياس. بعد أن ننتهي من هذه المقاييس ومبدأ عملها وشلون نقيس الضغط والعلاقات المتعلقة بالأمور ونطلع عليها ونحل أمثلة، نتحول إلى السكشن السابع اللي هو هيدروستاتيك فورس أون بلين سيرفيس، القوة اللي تأثر على سطح مستوي، قوة الهيدروستاتيك واللي هي نسميها الجايتس البوابات، موضوع جدا مهم عندكم وجدا مهم جدا هذا الخاص، يعني خاصة يعني يحتاجونها جميع الطلبة وكذا، وخاصة الطلبة قسم الهندسة المدنية، بوابات يحتاجونها في تطبيقاتهم الموجودة بالسجود وغيرها، وحتى بالميكانيك يحتاج البوابة لأن هواي من التطبيقات تدخل بها البوابات حتى تحجر
مع من انتقال من مكان إلى آخر، أو تفتح له بكمية معينة يعني حتى تسيطر على الحركة الانتقال المائع من مكان إلى مكان آخر. السكشن الثامن هو الهيدروستاتيك فورس، نفس الشيء البوابات اون انكلاين بلين، هناك كنا فلات بليف يعني كأنما شلون يعني السطح مستوي ما بي لا انا انكلايند منحرف، عباره عن منحني، عباره عن اللي يسلط عليه قوه هنا عباره عن منحني، عباره عن نصف دائره وهكذا. هذه اللي هي هنا شوف هنا عندك دار النوب. السكشن التاسع هو البوينسي اللي هو الطفو، وشنو قوه الطفو، شنو مبدا برنسبل اوف ذا بوينسي الطفو. واخيرا الاخر سكشن بهذا الفصل هو الكونستانت ترانزيشن constant translation acceleration of liquid. إذا عندك مثل على سبيل المثال المائع من ينتقل من مكان إلى مكان آخر بتعجيل معين، إذا كانت على سبيل المثال المركبة في constant acceleration شي يصير بالتعجيل داخل هاي مركبة معين وينتقل، وعندنا مائع شو اللي يصير وشنو اللي يحصل، خصوصا من تطبيقاته هو في عندنا الخزانات والتانكيات اللي تتحرك وتنقل لنا الوقود والماء من مكان إلى مكان آخر، أيضا أحد التطبيقات له. هذا ملف الـ PDF وهاي الأمور اللي بي ننتقل إلى ملف الباوربوينت ونبدي نشرح بالتفصيل. البرجر شنو تعريف الضغط؟ الضغط السابق اللي أنتم عرفتوه قوة على مساحة، يعني قوة تسلط على مساحة معينة عندك وهذا الضغط. شنو هسه احنا هنا هذا قوة على مساحة ناخذين الضغط اللي هي قوة اللي تسلط على مساحة معينة. نجي هنا عندنا fluid can exert both normal and shear stress on their surface of contact. المواقع بصورة عامة كلها ممكن تسلط نوعين من القوة، ممكن تسلط قوة عمودية من هنا هاي force F اي اف، القوه العموديه اي اف الفورس اللي هنا، وممكن بنفس الوقت هذه المواقع تسلط طلبتنا الاعزاء هسه تصير اوضح الامور هنا، وممكن تسلط قوه لا الثانيه اللي هي شير فورس قوه قص هنا قص. وفي الحالتين طلبتنا الأعزاء في الحالتين القص وهذا النيء اثنين هم ممكن القوة ممكن اللي يسلطهم الماء، طبعا هذا في حالة حركة أكيد هاي نمتى إذا كان يتحرك، ليش إذا كان ساكن if the fluid is at rest relative to the surface، إذا الفلويد في حالة سكون نسبة إلى السطح الموجود عليه الفيسكوسيتي هنا الـ viscosity of the fluid بعد فيها will have no shearing effect، ما راح ما لها أي تأثير قص، ماكو قوة قص هنا ساكن ما متحرك ما جاي يتحرك من مكان أو ينتقل من مكان على السطح المعين، فش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا فقط normal force قوة العمودية، فيبقى عندنا فقط normal force القوة العمودية وإنما instead بدل من ذلك اللي ساكن شنو the only force that fluid exert is a normal force and the effect of this force is called the effect مال هاي شو يسميه pressure اللي هو قوة على من ال effect مالته على مساحة اللي هو normal force على مساحة اللي هو الضغط pressure، فهذا هو ال pressure في الإنسان. عندنا المواقع بصورة عامة المواقع بصورة عامة ممكن تكون في حالة حركة وسكون، إذا كانت في حالة حركة أكو المواقع تسلط على السطح قوتين، قوة قص شير فورس وقوة عمودية اللي هي نورمال فورس اثنين، يعني هاي القص إذا يتحرك منها تكون عكس الاتجاه، هاي الفورس نسميها اف تاو شير فورس على سبيل المثال، وهنا لا تكون نورمال إذا نورمال من العمود، إذا ساكنة لا تكون فقط نورمال فورس، وهاي النورمال فورس هي اللي تأثيرها يسمونه الضغط البرجر.
مثلا الضغط شنو تعريفه؟ الضغط قوة على مساحة، يعني the force القوة acting اللي تأثر شنو normal عموديا to an area على مساحة معينة، على مساحة معينة area divided مقسومة على، على من مقسومة by this area مقسومة على هذه المساحة. إذن الضغط كما هو الضغط طبعا مو ثابت بالحقيقة، يتغير من مكان لمكان آخر ولكن تغير التضريب، ولكن نفترض بي average كأفرج معدل هو القوة على من على المساحة، نقيسه بي من باسكال. الباسكال هي شنو؟ نيوتن لكل متر تربيع. بيا نظام هاي بالاس اي بوليو اس كوستمي، لا نقيسه بي اس اف اللي هي شنو؟ اللي هي باوند لكل فوت تربيع، او نوبات يقيسونه وهذا شائع القياس بالضغط هو شايفه انا بمصادر بي اس اي واللي هي باوند لكل انش سكوير، واكو تحويلات بين الفوت والانش، الواحد فوت يساوي لنا 12 انش او فد انش وكذا، وتحول بيناتهم التحويلات بسيطه جدا ان شاء الله تعالى ما يراد الفن. هذا الضغط وهاي بدايتنا عن الضغط. نجي هسه طلبتنا الأعزاء، عندنا هنا عندنا نوعين من الضغط، عندنا نوعين من الضغط، عندنا الابسوليوت بريشر